بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً نحب طبعاً إن إحنا نقدم للمهندس زكريا هلال كل الشكر والتقدير على الجهد اللي قام بيه في الفترة اللي تولى فيها رئاسة الهيئة، ونتمنى للمهندس صلاح معوض القيام بأعباء هذه الهيئة الثقيلة على أكمل وجه إن شاء الله. أعباء الهيئة دي كبيرة، مش سهلة، ولكن طبعا احنا محتاجين لزكريا هلال في عملية التعاونيات، ومحتاجين للأستاذ صلاح في إدارة هذه الهيئة، وأتمنى أن كلكم تعاونوه بكل الإمكانيات المتاحة والممكنة وغير الممكنة علشان يقدر يقوم بالعمل على الوجه القانوني والوجه الأكمل. تفاصيل العمل كبيرة جدا ومحتاجة منكم إلى يعني معونة خاصة علشان نقدر إن احنا نقوم بيها. من ناحيتي أنا، فأنا فوضت الأستاذ صلاح هلال، كله بقى هلال دلوقتي، أنا مش عارف، مفيش بدر خلاص. الأستاذ صلاح معوض في التفويض العادي، بالإضافة إلى التفويض في اعتمادات الخاصة بالكشوف والموضوعات اللي كان بعتمدها أنا، فبرضو دي هتحتاج من المستشارين القانونيين ومن أصحاب الخبرة في أعمال الهيئة أنهم يعاونوا أخونا صلاح معوض في هذا الأمر علشان نقدر أن احنا نجتاز الفترة القادمة. نتمنى أيضا أن الاجتماعات الخاصة بنا تستمر في النحو الهادئ، تبادل الرأي بصوت خفيض عشان الدنيا ما تسخنش، والوصول إلى القرارات اللي فيها نراعي احترام القانون واحترام حقوق الغير وعدم التعدي على الحقوق سواء كان بقصد أو بدون قصد. نقطة. تفضل.